بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع تمارين المقاربة الأولية لمفهوم القوة، ولازلنا مع السلسلة أطبق معارفي من الصفحة 64، ومع التمرين الثامن المعنون بالنزول من القارب. إذن في هذا التمرين يقول: عندما نخطو خروجا من القارب إلى الشاطئ فإننا ندفع بأرجلنا نحو الخلف، بينما يدفعنا هو نحو الأمام، ولذا نميل للسقوط إذا لم يثبت القارب تثبيتا جيدا. أولا، مثل الأفعال المتبادلة بين الشخص والقارب. إذا نمثل الأفعال المتبادلة بين الشخص والقارب، هذا تمثيل لما جاء في التمرين. إذا لدينا القارب ولدينا الشخص يجلس على مقعده في وسط القارب، ما هو التأثير المتبادل بينهما؟ الشخص بثقله يضغط على القارب نحو الأسفل، القارب يضغط على الشخص نحو الأعلى. القارب يمنع الشخص من السقوط نحو الأسفل، و بقوته المضادة للأعلى، و القوة الثقلية تمنع الشخص والقارب من الصعود نحو الأعلى، إذن فيكون في حال توازن. وبالتالي حينما نمثل التأثير المتبادل نرسم هذا خط العمل أو المنحى، منحى مستقيم عمودي يمر بوسط الشخص والقارب. إذن نمثل الفعلين المتبادلين، إذن هذه بي شعاع، هذا البي شعاع تمثل ثقل الشخص على القارب بشكل عمودي. ثم في نفس الوقت قلنا القوة المضادة على نفس الحامل بنفس القيمة العددية في الاتجاه المعاكس هي قوة القارب على الشخص، قوة القارب على الشخص. ربما يتساءل الأحد: من أين تأتي قوة القارب؟ تأتي من الماء، يعني الماء يدفع القارب إلى الأعلى، التي ذكرناها في التمرين السابق، قلنا هي التي تعرف بدافعة أرخميدس التي تمنع الأجسام من الغرق. إذن بعدما مثلنا يقول: فسر بتوظيف مبدأ الفعلين المتبادلين سبب ميلان الشخص في حالة عدم تثبيت القارب جيدا. هنا لاحظ بأن القوتين محمولتين على نفس الحامل، وهذا سر التوازن، متساوية في القيمة، متعاكسة في الاتجاه، على نفس الحامل. حينما يهم الشخص بالنزول ماذا يحدث؟ فإنه سيتحرك من وسط القارب نحو حافته. حينما يتحرك من وسط القارب نحو حافته، فحامل الثقل يتغير موضعه، كان في الوسط، كان متطابقا مع دافعة أرخميدس، حينما يخرج إلى الحافة يصبح لدينا قوتين متعاكستين، نعم، واحدة للأسفل واحدة للأعلى، ولكن اختل شرط التوازن. ما هو؟ أن صار لكل قوة حاملها. هنا صارت المطبقة مزدوجة على القارب، مزدوجة. ما معنى مزدوجة؟ قوتان متوازيتان متعاكستان في الاتجاه، واحدة تعمل للأسفل وواحدة تعمل إلى الأعلى. ثقل الشخص على الحافة يعمل إلى الأسفل، ورد الماء أو دافعة الماء تعمل إلى الأعلى ولكن ليست على الحافة، في الوسط. إذن فيحدث عزم تدويري، أي يدور القارب بشكل عمودي، وهذا هو الذي يؤدي إلى الميلان والانقلاب. إذن لخصناها: عندما يريد الشخص أن ينزل يميل به القارب، أي القارب يفقد توازنه. لماذا؟ لأن ثقل الشخص كما ذكرنا قلنا صار يؤثر على القارب بشكل موازن لدافعة أرخميدس، أو لنقول لقوة القارب الأعلى التي يطبقها مع القارب، فينشأ عزم تدويري للقارب بشكل عمودي. إذن فيدور القارب عمودي وليس أفقي، وهذا الذي يحدث الميلان أو الانقلاب. إذن نمر إلى التمرين
العاشر في السلسلة الموالية أوظف معارفي، صفحة 64 التمرين 10 أكتشف القيمة قيمة الجاذبية الأرضية. يقول جسم كتلته 10 كيلوغرام ثقله في المكان A يساوي 97.8 نيوتن، ما قيمة الجاذبية الأرضية في المكان A؟ هنا سنلخص بياناتنا في هذا الجدول. إذن لدينا المكان ولدينا الكتلة ولدينا الثقل. إذن المكان A الجاذبية به مجهولة، هي التي نريد أن نبحث عنها. نحن درسنا العلاقة بين الكتلة والثقل والجاذبية، أم تساوي 10 كيلو وفي تساوي 97.8. لدينا علاقة الثقل تقول بي تساوي أم في جي، أي ثقل الجسم يساوي كتلة الجسم في مقدار الجاذبية. إذن من هذه العلاقة نستخرج كل علاقة أخرى لحساب الكتلة وعلاقة أخرى لحساب الجاذبية. إذن من العلاقة الرئيسية بي يساوي أم في جي، نستخرج أم تساوي بي على جي، ونستخرج جي تساوي بي على أم. من هذه العلاقة الثلاثة نحن نحتاج العلاقة الثالثة جي، نبحث عن قيمة الجاذبية في المكان A. إذن جي تساوي بي على أم، سنطبق جي تساوي بي على أم. بي معطات قال لنا تساوي 97.8 وأم معطات تساوي 10 كيلو. إذن جي تساوي 97.8 على 10، وجدنا 9.78 نيوتن على الكيلوغرام. إذن هذه مقدار الجاذبية الأرضية في هذا المكان. ثم المطلب الثالث يقول ما كتلة جسم ثقله يساوي 82.5 في المكان A. لما يقول لي في المكان A ما هي المعلومات الموجودة أو المعطيات؟ الجاذبية معلومة والثقل معلوم، ونبحث عن الكتلة. إذن هنا سنرسم جدولا مماثل للأول، فقط ما نبحث عنه هو المتغير. إذن المكان، الكتلة، الثقل. قلنا المكان صار معلوم في الجاذبية، A هو قيمة الجاذبية فيه هي 9.72 نيوتن على الكيلوغرام. الكتلة هي التي نبحث عنها، M تساوي كم من كيلوغرام. الثقل أعطي لنا قال يساوي 82.8 نيوتن. إذا نعود إلى علاقاتنا P تساوي M في G. نحن نحتاج هذه العلاقة الآن، M يساوي P على G لأن G موجودة لا نريدها. إذا نطبق أم يساوي 82.8 على 9.78 نجد 8.46 كيلوغرام. يعني هذا الجسم في المكان A الذي ثقله يساوي 82.5 فإن كتلته تساوي 8.46 كيلوغرام. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.